بهيمة الأنعام، قال هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها. عندك تفسير آخر يقول إن الإمام هو بهيمة الأنعام، فين؟ في كتب الشيعة، تأخذ به أم ترفضه؟ أي كتاب؟ أي كتاب؟ أعطني. أنا بسألك سؤال، تأخذ به أم ترفضه؟ في تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي، سألت الصادق أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال البهيمة هيهنا الولي والأنعام المؤمنون، في الجزء الأول صفحة 290، تأخذ بها؟ نعم. يا حيدر إنك من الأنعام، تقبل هذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. أستاذ أشرف، عندي سؤال واحد. لا والله يا فندم، عندك احنا اللي عندنا السؤال، مين معايا؟ نعم تفضل. مين معايا؟ اسمك ايه؟ حيدر. 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 بيقول السؤال، هل كل يثق الشيعة في تفسير القرآن الوارد عن الإمام؟ شيخ أنت جالس في الحمام صوتك عالي. نعم شيخ. نعم شيخ. نعم. ايه؟ من الإمام تقول ايه؟ لا نأخذ بتفسير غيره. تقول ايه؟ من الإمام لا نأخذ بتفسير غيره. طب ممكن تقرأ لي كده تفسير الإمام لقوله تعالى حملته أمه كرها وضعته كرها، وتعمل به أم لا؟ تفسير شنو؟ الآية القرآنية حملته أمه كرها وضعته كرها، اقرأ لي كده تفسير الإمام لهذه الآية. اتفضل. نعم شيخ. اقرأ. قال الإمام الصادق: لما حملت فاطمة الزهراء بالحسين جاء جبريل إلى رسول الله فقال: فإن فاطمة ستلد غلاما تقتله أمتك من بعدك، فلما حملت بالحسين كرهت حمله، وحين وضعت كرهت وضعه. ممتاز، تقبل بهذا القول؟ نعم يعني تقبل ان فاطمه كرهت حمل الحسين وكرهت وضع الحسين؟ شيخ صوتك عالي جدا، يعني انت أعرف موافق وقتك. ان فاطمه كرهت حمل الحسين وكرهت وضع الحسين؟ هي لم تكره حمل الحسين بل كرهت موضوع قتله يا حبيبي من أمة رسول الله. معلش، انت قريت حملته كرهته وضعته كرها، حملته كرها وضعته كرها، انت قريت الروايه كرهت حمله وكرهت وضعه، ما تقولش بقى كرهت قتله، الله يصلح حالي. ممتاز. الان انت مع هذا التفسير؟ قل لي اه. نعم شكرا نعم ليك يا فندم، مع هذا التفسير. شكرا ليك. الايه الاخرى، احلت لكم بهيمه الانعام، من البهيمه في تفسير اهل البيت؟ تفضل. نعم من البهيمه؟ لا أعرف تفسير هذه الآية عند الأئمة. طلع يا حبيبي وشوف هتلاقي. تمام. مين هو؟ نعم مين اللي احلت لكم بهيمه نعم الانعام؟ مين هو البهيمه؟ عليه. شكرا ليك. تقبل بهذا التفسير؟ رحت فين؟ تقبل بهذا التفسير؟ نعم تقبل رب به؟ فيه. عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: في قول الله حلت لكم بهيمة الأنعام، قال: هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها. عندك تفسير آخر يقول إن الإمام هو بهيمة الأنعام، فين؟ في كتب الشيعة، تأخذ به أم ترفضه؟ أي كتاب؟ أي كتاب؟ أعطني. أنا بسألك سؤال، تأخذ بها أم ترفضه؟ ما هي الآية؟ في تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي، في الجزء نعم. الأول صفحة عن عالم 290، تفسيرها؟ تمام؟ قال في أحلت عن لكم عالم؟ بهيمة الأنعام، قال الولي. أي جزء وأي كتاب؟ أي جزء وأي صفحة؟ العفو. أهي. سألت الصادق أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال البهيمة هيهنا الولي والأنعام المؤمنون، في الجزء الأول صفحة 290، تأخذ بها؟ نعم ها؟ أخذ بها. شكرا ليك يا أخذ فندم، بها. شكرا ليك يا فندم. نعم. ممكن أقول لك يا طيب أستاذ، أنت قلت لي اسمك إيه؟ حيدر. يا حيدر إنك من الأنعام، تقبل هذا؟ أقبل. يا وإنك من الأنعام. أنت مش أنا والله، شكرا ليك يا حيدر.